بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المقدمة اللي تناولناها في المقطع السابق على موضوع الفاست فوريير ترانسفورم، انه تعريفنا للفاست فوريير ترانسفورم هي عبارة عن نيوميريكال افيشنت ميثود، يعني طريقة فعالة عددية الغرض من عندها هي ايجاد الدي اف تي كوفيشنت ان افكتيف واي، طريقة فعالة. وهذه الطريقة الفعالة هي عملية اختصار للزمن وعملية اختصار لتجنب الأخطاء اللي يمكن تنتج عندنا في حال كون انه الداتا بوينت مالتنا كلش عالية، فبالتالي الكومبلكس مالتيبليكيشن مالتي راح تكون عالية. اذكرنا انه ممكن تقسيم الداتا بوينت مالتنا او التوتال ان داتا بوينت ممكن نقسمها الى قسمين، ممكن نقسمها الى ثلاثة، ممكن الى اربعة، وبالتالي راح ينتج عندي ما يسمى عندنا بالريدكس 2، ريدكس 3، ريدكس 4. اذكرنا انه في حاله الريدكس 2 ممكن انه انا اشتغل على نوعين او تصنف الى نوعين. النوع اللي سميناه بيه ديسيميشن ان فريكوينسي، اللي هو قائم على اساس تقسيم الاكس اوف كي او الدي اف تي كوفيشنت، والنوع الثاني اللي هو ديسيميشن ان تايم، هو القائم على اساس تقسيم السيكونس مالتنا اللي هو الاكس اوف ان. خلينا نبدا بالنوع الاول اللي هو ديسيميشن ان فريكوينسي، وخلي يعني ناخذ كل المعادلات اللي متعلقة أو خلينا نقول كل المعالجات اللي طرأت على المعادلة الستاندر مات، اللي هي معادلة إيجاد ال دي اف تي كوفيشنت ال اكس اوف كي اللي ناقشناها في المقاطع السابقة، وبعدين خلينا ناخذ الاختصارات وكيفية بناء البلوك دايجرام بشكل مفصل. راح أحاول أختصر المعادلات، المعالجة الرياضية يعني الطالب ما مطالب بها بحد ذاتها، بقدر ما أنه لازم يعرف الأسلوب والطريق لبناء البلوك دايجرام. بس اولا خلينا نبدا بالمعادله مالتنا. المعادله مالت اللي هي المتعارف عليها لايجاد الدي اف تي كوفيشنت، اللي هي الاكس اوف كي سيجما من ان تساوي 0 للان ناقص 1 سيكونس مالت الاكس اوف ان في الود فاكتور اللي هو الدبليو كي ان سب ان، وهذا طبعا لقيم كي من 0 الى ان ناقص 1. هذا الفاكتور اللي هو الدبليو ان هو عبارة عن اكسبونيشال ناقص جي 2 باي على كابيتال ان، اللي هو سميناه بالتويدل فاكتور، وهذا طبعا الشرط الاساسي حتى نبدا نشتغل عليه في حالة ال اف اف تي، انه لازم تكون السيكونس او الداتا بوينت مالتي ان هي مضاعفات الاثنين، فبالتالي راح نبدا نشتغل على اساس 2 4 8 16 ونستمر الى مثلا 32 64 128 ونستمر بهذه المضاعفات. زين، خلي ابدي هذه المعادلة هسه او خلي افتحها، انه مثلا الاكس اوف كي راح تبدي قيمة الان تساوي صفر، تصير عندي هذا الحد، قيمة الان تساوي الواحد راح يكون عندي اكس اوف ان في دبليو كي في واحد على سب ان، زائد تستمر الى ان اوصل الى الحد الاخير اللي هو الان ناقص واحد، يصير عندي اكس اوف ان ناقص واحد لدبليو كي ان ناقص واحد سب ان. زين، هذه هسه المعادلة راح احاول اقسمها الى جزئين. الجزء الاول اللي هو اكس اوف 0 زائد اكس 1 الى ان اوصل هذا الحد اللي هو عبارة عن x of n على 2 ناقص 1 في w k n على 2 ناقص 1 الى الان، زائد الحد الثاني اللي هو عبارة عن x of n على 2 w k n على 2 زائد بقية الحدود. زين، النقطة الأساسية حاول هسه انه خلي سوي عملية، خلينا نقول انه إعادة ترتيب للمعادلة. هذه المعادلة نفسها راح تكون هي عبارة عن من صفر الى n على 2 ناقص 1 للاكس اوف ان في دبليو كي ان على 2 زائد من الجزء الثاني اللي هو الان على 2 الى ان ناقص 1 لهذا الحد. زين، اذا رتبت هسه المعادله راح يكون عندي سيجما من ان صفر الى ان ناقص ان على 2 كابيتال ان على 2 ناقص 1 للاكس ان سيكونس مالتي في التويدل فاكتور، زائد هذا الحد اذا انتبه له هسه اللي هنا أنا. انه راح نقدر انه نخرج المعادله مالتي هذه كحد لخارج حدود وعادة تشكيل هذه المعادله، بحيث يكون يعني يتناغم مع الحدود مالت السمشن، فيصير عندي دبليو كابيتال ان على 2 كي للاس كابيتال ان لسيجما من صفر، راح اخلي هذا السمشن مالتي مساوي للسمشن مالتي الاول كحدود من صفر الى كابيتال ان على 2 ناقص 1 في، شو راح يتعدل عندي هنا؟ انا راح يكون عندي هذا الحد بدل ما كان هو سمول ان، يصير عندي هو ان زائد كابيتال ان على 2 في هذا الحد نفسه. اوكي، طبعا هنا شنو راح يعني خلينا نقول نستفاد من خاصيه، انه عندي التويدل فاكتور هذا اللي هو اذا كان الكابيتال دبليو ان على 2 للسب ان يساوي اكسبونيشال ناقص جي، ارجع للتعريف مالته، هو 2 باي
اعوض عن كابيتال ان على 2 على كابيتال ان، يصير عندي اختصارات، فيصير هو اكسبونيشال ناقص جي باي، فيساوي لي سالب 1. فبالتالي اذا كل كابيتال دبليو ريز ان على 2 لسب ان هو يساوي لي سالب 1، فراح استفاد من هذه المعادله لاعاده تشكيل هذه المعادله اللي هي الاكس اوف كي. معادلتنا راح تكون هسه اكس اوف كي هي سيجما لان من 0 لكابيتال ان على 2 ناقص 1. طلعت هذا الحد باعتباره مشترك ما بين الحدين، صار عندي سيكونس اكس اوف ان زائد هذا الحد قلنا هو عباره عن ناقص 1 اللي هو التودل فاكتور سب كي او مرفوع للريس كي اكس اوف ان زائد كابيتال ان على 2 في كابيتال دبليو كي ان على سب ان، هذه باعتبار انه صارت هسه المعادله واحده. هسه اذا اريد اعيد ترتيب المعادله مالتي راح اقسمها الى حدين ايفن واود. الحد الاول اللي هو راح يكون هو الايفن بارت، انه راح افرض الكي هو يساوي 2 في كابيتال ان، وهذا راح اسميه بالايفن نمبر. واعيد تشكيل المعادله مالتي، راح يصير عندي كابيتال اكس اوف 2 ام صفر الان من صفر الى كابيتال ان على 2 ناقص 1 مجرد ما عوضت عن كل كي ب 2 ام. زين الحد الثاني حتى احصل على الاود نمبر راح اعوض عن كل كي ب 2 ام زائد 1، واعيد ترتيب المعادله. زين هذه اللي هنا نفس الكلام، اذا انتبه راح يكون عندي هذا الحد اللي هو كابيتال دبليو سمول ان اللي كابيتال ان في كابيتال دبليو 2 ام ان سب كابيتال ان. زين نرجع لنفس المعادله، انه الكابيتال دبليو 2 سب ان هي تساوي اكسبونيشال ناقص زي 2 باي في 2 على كابيتال ان، وتساوي ناقص زي 2 باي، انزل هذه اللي جوا وصير عندي ان على 2 وتساوي لي كابيتال دبليو سب ان على 2. من عندها حصل على المعادله مالتي بالشكل التالي. خلي هسه نوصل للمعادله الاخيره، انه راح يكون عندي اكس اوف 2 ام، او خلينا نسميه الايفن بارت، راح يكون من صفر يعني من سمول ان من صفر لان على 2 ناقص 1 سمول اي ان في كابيتال دبليو ام ان سب كابيتال ان على 2، وهذه راح تصير هي الدي اف تي للاي ان ويب ان على 2 بوينت. الحد الثاني اللي راح يكون هو الاود بارت، راح يكون من صفر لكابيتال ان على 2 ناقص 1 بي ان كابيتال دبليو ريز ان سمول لكابيتال ان كابيتال ام ان على ان كابيتال ان على 2، وهذه راح تكون هي الدي اف تي للبي ان كابيتال دبليو سمول ان ان ويز ان على 2 بوينت، واللي هو يمثل راح يكون عندي الاود بارت. زين اذا ناخذ هسه الخلاصه مالتهم، او خلينا نسوي سمرايز للمعادلتين، انه السمول ان راح يكون هو عباره عن السيكونس مالتي اكس اوف ان زائد اكس اوف ان زائد كابيتال ان على 2 لقيم من سمول ان الى يعني من صفر الى ان على 2 ناقص 1، والحد الثاني والكوفيشنت الثاني اللي هو البي ان راح يكون هو اكس اوف ان ناقص هذه حد زائد لاكس اوف ان زائد كابيتال ان على 2 فور ان من صفر الى ان من صفر 1 الى ان على 2 ناقص 1. زين الخلاصه راح تكون عندي بشكل التالي، انه هذه الدي اف تي للسيكونس مالتنا اللي هي بعدد ان بوينت تنقسم لجزء ان، راح يكون الجزء الاول اللي هو عباره عن الدي اف تي للاي ان وذ ان على 2 بوينت. زين وهذا الحد خلينا نسميه هو الايفن بارت، وعندي دي اف تي لي بي ان مضروب في كابيتال دبليو ان اللي صب كابيتال ان وذ ان على 2 بوينت، وهذا خلينا نسميه هو كانه بالاود بارت. زين النقطة الأساسية اللي هنا لازم انه ننتبه عليها، انه عملية ال خلينا نسميها البيج سيفنج اللي نحصل عليها، انه اولا عملية اختصار كلش كبيرة في الوقت وفي عملية الحسابات للكومبلكس مالتيبليكيشن. اذا اريد احسبها في حالة النورمال دي اف تي راح تكون هي للان سكوير، بينما في حالة الاف اف تي راح تكون هي لان كابيتال ان على 2 لوج 2 للان. زين يعني هذه طبعا هنا أنا راح تكون هي عملية اختصار كلش كبيرة، فراح اخذ مثال. مثلا لو كان عندي مثلا الديتا مالتنا هي متكونه من 1024 ديتا بوينت، واريد احسب الدي اف تي كوفيشنت بالشكل، يعني بس خلي اعيد الرقم، هو 1024 ديتا بوينت. لو كانت هذه هي تمثل مقدار قيمه السيكونس اللي موجوده عندي، فحتى اجري عمليه الدي اف تي كوفيشنت بالشكل الاعتيادي او بالكلاسيكي باستخراج الدي اف تي الاعتياديه، راح تكون هي 1024 في 1024، وراح تكون النتيجة هي 1,048,576 عملية معقدة كومبلكس مالتيبليكيشن. يعني تصور الرقم 1,048,576 كومبلكس مالتيبليكيشن، بينما إذا أريد أستخدم الـ FFT راح يكون عندي
1024 على 2 لوج 1024 للأساس 2 راح تكون 5120 عملية. صور رقم ما بين 1,048,576 تم اختصارها إلى 5120 عملية. فبالتالي عملية الاختصار راح تكون كلش كبيرة، عملية السيفنج عالية جدا، الكواليتي كلش كبير باعتبار انه احتمالية الخطأ راح تكون كلش قليلة. زين هذا طبعا نموذج لي في حال كون انه كابيتال انت تساوي لي 8، فبالتالي عملية السيكونس مالتي من 0 الى 7. هذه هنا راح يكون عندي الاي كوفيشنت من 0 الى 4، وعندي البي كوفيشنت من 0 الى 3، يعني هذا من 0 الى 3 العفو، من اي من 0 الى 3، ومن نفس الكلام البي من 0 الى 3. هذه هنا راح يكون عندي كابيتال ان على 2 البوينت دي اف تي، ونفس الكلام هنا هذا الدي اف تي بعد ما انا ادخلهم. طبعا لازم تنضرب في مقدار قيمه الكابيتال دبليو سمول ان لكابيتال ان، فبالتالي 0 يصير عندي 0 1 2 3 مضروبات فيهم على هذا الاساس. زين العمليات الاساسيه اللي نحتاجها في عمليه رسم البلوك دايجرام مالتي هي ثلاثه. عندي هذه السم بوينت، هنا عندي عمليه الجمع، راح يكون عندي اكس في مقدار الاوردر اللي موجود هنا، زائد الواي في كميه الاوردر او الجين اللي موجود هنا. فهسه هذه العمليه الاولى عمليه الجمع. العمليه الثانيه هي عمليه الطرح، راح تكون هنا عندي اكس ناقص هذا الفاكتور في هذه الكميه، فيصير عندي اكس ناقص واي. العمليه الثانيه هي بهذا الشكل، راح تكون عندي مقدار قيمه الزد تساوي لي دبليو في مقدار قيمه الاكس. هذول ثلاث عمليات احتاجهم في عمليه الرسم للبلوك دايجرام في التكنيك مالتنا في حاله الاف اف تي. زين هذه سلي هنا البلوك دايجرام اللي بي العمليات ثلاثتهم، يعني العمليات اللي احتاجها في عمليه الرسم البلوك دايجرام في حال كابيتال ان تساوي لي 8. اذا لاحظ العمليات مالتنا راح انتبه على نقطتين مهمه، انه اولا انا عندي ثلاث مراحل، هذه المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، وكانه انا عندي 3 سم بوينتس، هذه اللي هي النقاط اللي راح استفاد من عندها في عمليه الجمع وتحديد البوينتس مالتنا. هذه المرحله الاولى، هذه المرحله الثانيه، هذه المرحله الثالثه، ثلاث عمليات. هذه راح نطبقها وراح نناقشها بمثال تفصيلي كيفيه انه رسم المخطط والبلوك دايجرام اللي نحتاجه. طبعا هنا لازم انتبه على نقطه، انه هذه ال 8 بوينت مالتنا مالت الدي اف تي كوفيشنت للاكس اوف كي هي ما مرتبه حسب الاوردر الطبيعي، حسب انهم يعني النقاط مالتي من 0 الى 7 المفروض ان تطلع منها من 0 من 7. اذا انتبه انه هذه 0 4 2 6 1 5 3 7، فبالتالي هي مو نفس الاوردر. طيب كيفيه انه عمليه الترتيب مالتها؟ هذه نستخدم ما يسمى عندنا بالاندكس ماتشنج، عملية الماتشنج ما بين الانبوت سيكونس ما بين الاوتبوت فريكوينسي بن. نستخدم ما يسمى عندنا بالريفيرس بيتس اللي هي عملية عكس البتات. المبدأ مالتها انه انا عندي الانبوت داتا مالتي هذه من 0 الى 7، التمثيل مالتي باعتبار هي هنا انا عندي 3 بيتس، فبالتالي تبدي من 000 الى 111. البتات راح تنعكس بالشكل التالي، هذه 00، هذا اذا كان واحد راح ينعكس يصير عندي واحد. عملية الريفيرس بيت تنعكس نفس الكلام هنا اذا لاحظ السيكونس مالتي، فبالتالي عمليه الانعكاس هذا راح يكون هو 0، هذا راح يكون هو 4، هذا راح يكون هو 2، هذا راح يكون هنا عندي 6، هذه 1، هذه 5، هذه 3، هذه 7، حسب الباينري سيكونسز مالتنا. فبالتالي المبدا لعمليه اعاده تشكيل وترتيب الاوتبوت داتا ما مقارنه بالانبوت داتا هو قام على اساس عمليه عكس البتات مالتنا. هذا هو هنا الجدول، انه انا ابدي هسه اولا بالباينري سيكونسز مالتنا اذا كان طبعا كابيتال ان تساوي لنا 8، فبالتالي من 0 الى 7. اولا عمليه التقسيم الاولى، اول اربع بتات راح ابدي اقسمهم الى 0 2 4 6، طبعا قائم على اساس عمليه الريفرز مالتنا. هذا السبت الاول. الفصل الثاني راح يكون انه هذه اعكسهم، هنا راح يكون عندي 0 والاربعه باعتبار راح يكون هنا عندنا هذا الترتيب 0 والاربعه حسب الترتيب مالتهم، والاثنين والستة بعدها هذه طبعا راح تكون 0 4 2 6، هذه راح تكون 1 5 3 7 حسب البيتر فيرز اللي نرتبه. طيب اذا انتبه هسه اذا اريد اوجد الانفرس اف اف تي، الايجاد الانفرس اف اف تي اذا انتبه للمعادله اللي راح نستخدمها هي هذه،
انه السيكونس مالت الاكس اوف ان باعتبار هو الانفرس مالت الكابيتال اكس اوف كي يساوي لي 1 على الكابيتال ان، هذا الفاكتور راح يكون هو مضروب في السيجما من صفر الى كابيتال ان ناقص 1، هالمره راح يكون هو للكي، بدل ما كان هنا عندي اكس اوف ان يصير عندي اكس اوف كي. هذا الفاكتور اللي هو التويدل فاكتور بدل ما كان انا عندي كابيتال دبليو صب ان راح يتغير الى كابيتال دبليو، خلي اسميها هذه الاشاره اللي هي الجاب صب ان اللي هي تعادل الكابيتال دبليو اس ناقص 1 اللي موجوده اللي هنا في ان. فبالتالي كل ما هنالك انه صار عندي كابيتال دبليو اس ناقص 1 صب ان غيرتها الى كابيتال دبليو جاب كابيتال ان، وهذه هي المعادله نستخدمها. فبالتالي اذا انت ارجع للمخطط مالتنا لايجاد البلوك دايجرام مالت الديسيميشن ان فريكوينسي لايجاد الدي اف تي، بدل ما كان انا عندي الكابيتال دبليو اللي هو سمول ان سب كابيتال ان تغيرت صارت الى كابيتال دبليو جاب سمول ان الى كابيتال ان، وهذا السمول ان تتغير 0 1 2 3. هذا هو سيناريو ايجاد الانفرس، راح نناقشها بالتفصيل في امثله. مثال راح اخذ بكيفيه ايجاد الدي اف تي كوفيشنت، ومثال ثاني كيفيه ايجاد الانفرس اف اف تي بالمخطط لسيكونس، سواء كان اذا عندي كابيتال ان تساوي لنا 4 او اذا كابيتال ان تساوي لنا 8.